بيكم مرة أخرى في حلقة جديدة من سلسلة حلقات شخصيات تاريخية مؤثرة. النهاردة هكلمكم عن من هم الخوارج وسبب تسميتهم بهذا الاسم. الخوارج فرقة كلامية إسلامية نشأت في نهاية عهد الخليفة عثمان بن عفان وبداية عهد الخليفة علي بن أبي طالب. كان أغلب الخوارج من القراء، أي من حفظة القرآن، وبايعوا علي بن أبي طالب بعد مقتل عثمان بن عفان. ثم خرج معاوية في جيش لملاقاة علي، وكانت موقعة صفين. كاد جيش معاوية القادم من الشام أن ينهزم أمام جيش علي القادم من العراق، فأمر عمر بن العاص الجيش برفع المصاحف على أسنة الرماح، ثم طلبوا التحكيم لكتاب الله. شعر علي بن أبي طالب بالخدعة، بخدعة عمرو بن العاص، خاصة أنه كان مشهور بالمكر والدهاء. شعر علي بن أبي طالب بهذه الخدعة، لكنه قبل وقف القتال احتراما للمصاحف التي رفعت على أسنة الرماح، وأيضا نتيجة يعني رغبة في حقن الدماء. طبعا أنتوا عارفين أن علي بن أبي طالب كان قادر أن يقتل عمرو بن العاص في المعركة دي، عندما أسقطه من فرسه، وقبل أن يجهز عليه ويقتله قام عمرو بن العاص بالتعري أمام علي، وأظهر عورته لعلمه بحياء ونخوة علي بن أبي طالب، وفعلا خدعته نجحت، فترك عمرو بن العاص يهرب ويرجع لأصحابه. وبعدها طبعا طلب من أصحابه أن يرفعوا المصاحف على أسنة الرماح كأمل يعني آخر أمل ليهم لكسب المعركة. الواقعة دي طبعا ذكرت في كثير من المصادر، زي على سبيل المثال في ابن كثير في البداية والنهاية، في مروج الذهب للمسعودي، في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدي، ومصادر كتير طبعا ذكرت تلك الواقعة. وده طبعا بيوضح نخوة وحياء علي ابن أبي طالب اللي كان فارس بمعنى الكلمة يعني. وبعد توقف القتال والتفاهم على أن يمثل أبو موسى الأشعري علي ابن أبي طالب ويمثل عمرو ابن العاص معاوية ابن أبي سفيان، حددوا موعد للتحكيم. وفي طريق عودتهم إلى العراق خرج 12,000 رجل من جيش علي يرفضون فكرة التحكيم بينه وبين معاوية ابن أبي سفيان، لأن هو كانوا بيقولوا يعني النزاع ده حقك يا علي، إزاي أنت تقبل بالتحكيم، ده حقك. ولقد رأوا أن كتاب الله قد حكم في أمر هؤلاء البغاء، وهو بيقصد هنا معاوية وأنصاره، ومن ثم فلا يجوز تحكيم الرجال اللي يقصد بيهم عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري فيما حكم فيه الله، فصحوا قائلين لا حكم إلا لله. ومن هنا أطلق عليهم المحكمة، وده أول اسم كان أطلق على الخوارج. فما كان من علي إلا أن علق على جملتهم دي وقال إنها كلمة حق يراد بها باطل. وبعد اجتماع عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري نتج عن التحكيم تضعيف لشرعية علي. زي ما قلت لكم عمرو بن العاص كان بيمتاز بالدهاء والمكر، وفعلا نجح فترة في التحكيم تضعيف شرعية علي وتعزيز لموقف معاوية. فازداد المحكمة اللي هم الخوارج يقينا بسلامة موقفهم، وطالبوا علي برفض التحكيم ونتائجه ويعني والتنصل من التحكيم ده. فطبعا علي كان رجل بمعنى الكلمة، وكان بيحترم كلمته، وقال أنا طالما حتى لو كان حقي، لكن أنا طالما وافقت على التحكيم فأنا هرضخ للتحكيم. فطبعا المحكمة اللي هم الخوارج فخرجوا عن علي لأنه ترك حقه. فدي فكرة عامة عن الخوارج. طبعا الخوارج أسماء كثيرة، بعضها يقبلونه وبعضها يرفضونه. ومن تلك الأسماء الخوارج طبعا اللي هو الاسم الأول ليهم إنهم خرجوا عن علي ابن أبي طالب. الحرورية نسبة إلى حروراء، ودي بلدة قرب الكوفة، ويقال إن دي أول مجموعة خرجت على علي ابن أبي طالب كانت من البلدة دي. الشراء برضو ده لقب من ألقابهم، وده نسبة إلى الشراء المذكور في الآية 111 من سورة التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ولذلك ده الاسم الشراء ده متاخد يعني بسبب الآية دي. وبرضو من أساميهم الشكاكية، وذلك لأنهم رفضوا التحكيم وقالوا لعلي شككت في أمرك وحكمت عدوك فيك. هم كانوا يعني مع علي قوي، يعني هم
فكرة إن علي يترك حقه كان الموضوع ده بالنسبة لهم يعني صعب جدا، ما قدرش يقبلوه. وسموا بالبغاء أيضا، الخوارج سموا بالبغاء بسبب بغيهم على المسلمين وقتلهم لهم بغير حق. طبعا هم الخوارج بيرفضوا هذا اللقب المكفرة لتكفير المسلمين بالكبائر والمعاصي بما ليس كفرا أو معصية كمسألة التحكيم، تم تكفير الناس اللي وافقوا على التحكيم، فهم عشان كده سموا بالمكفرة. أيضا سموا أيضا بالمارقة، وهذه التسمية أيضا من خصوم الخوارج لتنطبق عليهم أحاديث المروق الواردة في الصحيحين، برضو الخوارج رفضوا هذا المسمى. المحكمة من أول أسمائهم التي أطلقت عليهم، وقيل أن السبب في إطلاقه عليهم لرفضهم تحكيم الحكمين، يعني رفضوا فكرة التحكيم، وأيضا لترديدهم شعارهم لا حكم إلا لله. وسمي أيضا بالنواصب لأنهم ناصبوا العداء لعلي ابن أبي طالب وأبنائه الحسن والحسين، وسميوا بأهل النهروان، وده نسبة إلى معركة النهروان، ودي إحدى المعارك اللي خاضوها في حروبهم. فوالا، دي كانت فكرة مبسطة عن الخوارج ومعتقداتهم وسبب تسميتهم والألقاب اللي أخذوها، وأحب أسمع آرائكم عن حلقة النهاردة، يا رب تكون نالت إعجابكم، وأحب أسمع آرائكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة قريبا إن شاء الله.